نحن هنا أمام مسجد دانتير الكبير الذي هو كما المئات من المساجد في فرنسا مضطر لتسوية أوضاع الأئمة الأجانب الذين يؤمون الصلاة في مختلف المساجد في كل المناطق الفرنسية. فحسب وزارة الداخلية الفرنسية هناك ما يقرب من 2800 مسجد ومصلى إضافة إلى أخرى غير رسمية أو نقاط تجمع للصلاة يؤم فيها ما يقرب من 2000 إمام، منهم 400 موفدون من دول مثل تركيا والجزائر والمغرب. بات عليهم تسوية أوضاعهم وفقا لشروط مشددة حددتها وزارة الداخلية الفرنسية. مع انتهاء مسألة إفادة أئمة من الخارج وإجبار أماكن العبادة على توظيف الأئمة مباشرة ومع الشفافية المطلوبة لمصدر الأموال التي تأتي من الخارج، فالأئمة مهما كان وضعهم فهم في النهاية سيكونوا موظفين. الموضوع الثاني هي المتطلبات التي تفرضها الدولة الفرنسية، إذ يجب على من يؤم الصلاة ولا سيما من الأجانب أن يكون حاصلا على شهادة جامعية والخضوع لامتحان لغة فرنسية وأن يلتزم بقيم الجمهورية. مسألتان تشكلان عائقا أمام تسوية الأوضاع وهما عدم قدرة المعاهد الدينية على تأمين العدد المطلوب من الأئمة الفرنسيين إضافة إلى تأمين رواتبهم التي تتراوح بين 1500 إلى 2400 يورو. كثير من الجمعيات التي أعرفها تعاني في إيجاد رواتب الأئمة لأن صدقات وإعانات المؤمنين والمصلين لا تكفي غالبا من أجل المؤسسة. هذا أظن لابد يكون حل على مستوى الجمهورية كلها، لأن المشكلة في فرنسا ما هي؟ هي دولة علمانية. ويعد الإسلام الديانة الثانية في فرنسا، وسبق أن وقعت خلال الثمانينات من القرن الماضي اتفاقات ثنائية تسمح للمغرب والجزائر وتركيا بإرسال أئمة لمدة 4 سنوات، لكن تم إنهاء هذا النظام أخيرا. طوني شمي، الحرة، باريس.